عامه الفار بيبقى موجود عشان يساعد الحقيقه مش عشان يعمل المشاكل. طيب خلينا ناخد معاكم فقره نمبر 1 كباتن. اتفضل. افضل لاعب في مباراه النهارده ما بين الاهلي طلع الجيش كابتن رامي طاهر محمد طاهر ولا اسامه ابو علي ولا السلي طاهر كابتن. بص يا كابتن الموضوع الغريب برضه ان ممكن يكون هو التغييرات اللي عملت غيرت القرار ده. يعني مثلا لو عمرو السلي في الملعب انا وجهه نظري كان عمرو السلي كان ممكن هو احسن لاعب. اوكي لكن انت عمرو السلي. عمرو السلي تمام. لاعب تتوقع رحيله في نهاية الموسم بيرسي تاو كهربا كريم الدبيس. كهربا كريم الدبيس على فكرة اتفضل انا هقول لك معلومة برضه. كريم الدبيس انا مش مقتنع بصراحة بيه لان هو باك شمال الاهلي. انا مش مقتنع بيه. ايوه بس الراجل ما لعبش كابتن. لا يعني الراجل ما ادالوش الفرص وحتى لو بياخد. انا بتكلم انا وجهه نظري برضو مش يعني حتى ما بياخد تحس ان هو الراجل عنده حق في عدم مشاركته انه يجيب لعيب من بكره يجيب يجيب مش عامل الفارق مع النادي. ده لعيب منتخب اولمبيا كباتن بس مش فارق مع النادي الاهلي وهتشوفه في الاولمبياد. ممكن نشوف بقى في الاولمبياد اداؤه يبقى عامل ازاي. طيب بس تو يعني في له احتماليه كبيره جدا برضو ان هو يرحل عن النادي الاهلي. لو جاي له حاجه مثلا غير موافق ماشي لكن مش من اللعيبه اللي هي مثلا بتفكر ان هي تمشي. المحترفين انا عندي 5 محترفين انا شايف ان في خلاص ما كده مودست طار يتبقى ديانج برضه هيطير يعني مبلغ كويس. انا بقول لك كل اللعيبه دي ما بتلعبش في الملعب. ديانج خساره برضه طبعا الراجل لو هو بقى جايب له لكن ديانج خساره لو ساب النادي. المغربي اسمه مين اللي في رضا سليم. رضا سليم انا مش مقتنع بيه خالص. معقول خالص كابتن ده انا بتكلم اقتناعه بالنادي الاهلي في ادائه مع النادي الاهلي. انا شايف انه مش مؤثر خالص. تمام. طيب المحترفه كابتن يعني بيرسي تاو هو ده مؤثر ده لعيب ده لكن طبعا رضا سليم يعني طيب لعيب تتوقع رحيله عن الزمالك بنات الموسم اوباما محمد عواد رؤى ده اكيد رؤى. افضل لاعب في الجوله 28 في المباريات كلها يعني عبد الرحمن البنوبي زد اسامه فيصل البنك الاهلي جوناثان مودرن فيتشر الباك ليفت ده لعيب كويس لعيب كويس كبير. انا كنت بقول من زمان النادي الاهلي نفسي كده لعيب كويس باك ليفت ده مين السر تدي مين انا عبد الرحمن البنوبي البنوبي يعني اسامه فيصل برضو كان في بعض المباريات مع البنك الاهلي كان فارق معاهم برضو كويس. طيب افضل مدرب افضل مدرب في نفس الجوله مجدي عبد العاطي طارق مصطفى عيد مرازي طارق مصطفى نش لاعب تتمنى انضمامه للمنتخب الاولمبي من الثلاثه الكبار يعني زيزو امام عاشور محمد عبد المنعم. زيزو عشان خاطر محمد عبد المنعم وامام يركزوا مع النادي الاهلي. ايه الشغل ده يا عم؟ لا انا امام امام نفسي انا عايزين اللي يفيد المنتخب امام يفيد يعني برضه انت رايح في حته هو بص هو الصراحه بص عشان لابس كرافات حمراء النهارده بص هي ما بين يعني النادي الاهلي رفض هو ما بين يعني الامام فكره المنافسه طبعا يعني الاثنين الاثنين يفرقوا يعني امام وزيزو يفرقوا يعني واحد منهم عادي يعني ما فيهاش مشكله يعني الاثنين لعيبه كويسه الاثنين لو روحه يفرقوا ده اكيد يعني تمام. طيب عايز اقول لكم ان انتهت مباراه سلوفينيا او البرتغال وسلوفينيا وفوز البرتغال